السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي وكالة الفرات للأنباء، أهلين فيكم من المطبخ السوري واللي منعد فيه أشهى وألز الأكلات السوري. وطبعا اليوم إجيناكم بطبقين جدود مع نهار صيام مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأمان. وهلأ هيك مثل ما بتعرفوا شايفين الدنيا ليل، حبينا نصور لكم هاي الحلقة مشان نسربس معكم مزبوط. تابعوا معنا. طبعا هلأ راح نحضر سوا الكوبة النية. عندنا هون 3 كاسات منقوعين، يعني قدر 700 جرام من البرغل الناعم السوري. يوم يكون ناعم وسوري بيكون أفضل. في كتير أنواع وأشكال. راح نحتاج لهبرة غنم، في إمكانكم تحطوا هبرة عجل، أنا اخترت هبرة الغنم. راح ناخذ معلقتين ملح، وعندنا هون قرنين فليفلي حمر عشان النكهة. راح ناخذ كمان بصلي. طبعا وعندنا لطقة ماتيت، كاستين برغل كذلك الأمر، وعندنا دبس رمان وطحينة، كمان بصل ودبس فليفلي وكعك. رح نمبج الكعك ونفرطه معهم. تابع معنا باقي المقادير. وعندنا هاي الرمانة، طبعا هاي الرمانة رح تكون فقط تزيين للكبة النية. وهلأ بننزل بالجرن العتيق ونحط فيه البرغلات. معنا هون قرنين فليفلي حدات كمان بننزل فيهم. هلأ بننزل بالهبرة. طبعا الهبرة لثلاث كاسات برغل، يعني تقريبا بدها نص كيلو هبرة. في عالم بتحب الهبرة أكثر وفي عالم ما بتحب الهبرة زيادة، فبيخفف الهبرة. أنا رح أحط نص كيلو. وهلأ نعطيهم حركة خبط لزق سفق رقع. طبعا الكبة النية يوم تدق على الجرن نكهتها غير يوم تفرم على الماكينة. طبعا بننزل بالبصلي نحطها معهم، كمان نعطيها حركة خبط لزق سفق رقع. طبعا متابعينا بعد نص ساعة من الخبط واللزق والسفق والرقع طلعت معنا العجينة هيك. طبعا هلأ لأن نوعية البرغل السورية ما جبت عمقة طلع معنا هيك. طبعا وهلأ بنحط معلقة دبس فليفلة فوق الخليط. هاي فقط بس من شان اللون، تعطي نكهة هيك نكهة مع زكاوي. ننزل بدبس الرمان. طبعا هلأ بنطالع برات الجرن ومنكفي عجن. ومثل ما عودكم المطبخ السوري بنساوي لكم أطيب وأشهى وألذ الأكلات السورية الشعبية العريقة. هلا بعد ما طالعناها من الجرن بنكفي دعك. هلا المفروض يوم بنص حبي هاي الطريقة. هلا عندنا هالرمانة تبعت التزيين، رح نبعتها مشان تتزين. هلا بعد ما خلصنا صحن الكبة النية ننزل بالرمان. هاي رمانة نعطيها هيك رشة. هلا بننزل بالزيت العفريني. طبعا هلا بعد ما دقينا البرغل بالحوض
او بتجرون على تسمايدنا مثل حماصني. نجيب معلقتين كبار من دبس الفليفلي، هي الاكل بتكون حرة شوي. نرجع معلقة لحدود المعلقة ونص، انا كميتها بدي معلقة ونص من الملح. وهلا دبس الرمان، كمان عندي قدر فنجان، فنجان فنجان ونص. ننزل كمان بالطحينة، الطحينة عندي فنجان ونص. هلا نجيب الابريق بهذا هون، نفضي مي عشان نبج الكعك. طبعا هلا بعد ما بجمعنا الكعك راح نصفيهم نحطهم فوق الخليط. نرجع لكم. طبعا متابعينا الاعزاء، بعد ما زينا الطقطقه او طقطقه ماتت، ننزل عليها بمسك الدور شرب الطحينة. الله يبارك بالجميع، اخواتنا واعزائنا وحبايبنا من المطبخ السوري، الله محييكم وين ما كنتم. شي رواء ونغى، اتمنى ان تكونوا مبسوطين معنا وعم تتابعونا بشدة. طبعا متابعينا الاعزاء لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم هيك تكونوا على طول مبسوطين ومروقين اخواتنا الاعزاء وحبايبنا وين ما كنتوا، الله يبارك فيكم. كل عام وانتم بخير، رمضان ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار فيكم تتابعونا او تتواصلوا معنا على بريد الصفحه. نلاقيكم بحلقه جديده.